الرحيم مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، أنا طارق الملا أحييكم أجمل تحية. نقل مباشر إذن في نطاق منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني نشاهدها عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، أحييكم أجمل تحية. المتابعة تستمر مع كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، كأس النخبة، الدوري الممتاز الأرجنتيني، واللقاء اللي يجمعنا الآن ما بين بلاتينسي وديفنسيا ضمن اللقاءات المنافسة في المجموعة الثانية اللي تجمع الفريقين في هذه المنافسة. فريق بلاتينسي قادم من مباراة وأولى مبارياته في نطاق البطولة أمام بوكا جونيورز وخسارة بنتيجة 3-0. احنا نشاهد الان انطلاقة الجولة الثانية من منافسات هذه البطولة، بطولة رابطة الدوري الارجنتيني الممتاز بينما فريق ديفنسيا. هذه اول مباراة في نطاق البطولة، يعني اول مباراة لا في نطاق البطولة لكن هي البطولة في المرحلة الجولة الثانية. نذكر ان كأس رابطة الدوري الارجنتيني قسمت الفرق 28 إلى مجموعتين وتقام المباريات في نطاق المنافسة في المجموعة، كذلك في الجولة السابعة راح تكون مباريات خاصة، مباريات الديربي كما تسمى لكل فريق، وتكون المنافسة خارجة عن نطاق المجموعة، يعني إضافة جديدة بأسلوب وطريقة يعتمدها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. لكن احنا هنا في دولة الكويت وخارج دولة الكويت، ومن يتابع القناة الرياضية يستمتع في هذه المشاهدات اكيد. من يعشق كرة القدم الارجنتينية واللاتينية، عشاق التانجو، عندهم استمتاع خاص في هذه المباريات. والمباراة بنقل مباشر نشاهد هذه المباراة من الارجنتين، من اللقاء اللي يجمعنا ومن ملعب فيسنتي لوبيز يستضيف هذا اللقاء ونطاق المجموعة الثانية اللي انطلقت قبل دقيقة. نذكر من هم في أرضية الملعب بالنسبة لبلاتينسي، لكن الآن في هجمة لصالح بلاتينسي، كرة مقطوعة ناحية اليسار لصالح كاكاريوس. نذكر على السريع ماكاغوني حراسة المرمى، لوزانو، فيزكيوز وسويسو، مارشي، هذا بالنسبة لدفاع بلاتينسي. في الوسط دياز، أسامابو، كاسترو، في الهجوم غودينو وبيليغينينو وفيريرا، هذا بالنسبة لأسماء من يحضر لمتابعة فريق بلاتينسي. لكن في هذه المرحلة حكم المباراة يوقف اللعب لأن في سقوط لأحد المتفرجين في المدرجات، وقف اللعب حكم المباراة لتدخل رجال الإسعاف لمتابعة الحدث من المدرجات. سبق وأن حصل بنفس الموضوع، نفس الطريقة في إحدى مباريات الدوري الأرجنتيني، في مرحلة من المراحل سقط يعني متفرج، سقط متفرج وكان تابع لفريق ريفل بليت، سقط في المباراة وكان سقوطه أدى إلى حالة حرجة، تم إلغاء المباراة وكانت بأحداث الشوط الأول. مع سقوط هذا المتفرج تم إلغاء أو إيقاف المباراة وإلغائها وتأجيلها إلى يوم آخر، لنظرا لأهمية كل من يحضر المباراة، سواء كان متفرج أو من يقوم بإدارة المباراة أو من يكون هو ضمن الاستاف الإداري للمجمع ملعب المباراة.
يعني الكل موجود له أهمية، سواء كان يعني لاعب إداري للمنشأة أو إنه يكون هو متفرج في المدرجات، يعني يأخذ كل الأهمية وكل الاحترام وكل التقدير. وفعلا هذه هي الروح الرياضية، تبقى الرياضة هي رسالة إلى الجميع، والأهم السلامة. لذلك الاتحاد الأرجنتيني يكون يعني مهتم جدا بأي حدث يحدث، سواء كان في أرضية الملعب أو بجانب أرضية الملعب أو من خلال المدرجات، في كل شيء مهم بالنسبة للمتابعة لأحداث المباراة. نذكر أن توقف المباراة هي من صلاحيات حكم المباراة، والطاقم التحكيمي إذا رأى أن في خلل في المدرجات، سواء كان أحداث الشغب أو يعني مثل نشوف الآن الحالة هي حالة مرضية في المدرجات، وتم إيقاف المباراة. لاحظ الجمهور يشكر الجميع في ملعب المباراة، يشكر الطاقم الطبي، يشكر حكم المباراة، أكيد يشكر كل مسؤول في المباراة يقوم بأداء عمله بشكل صحيح. وهذه هي الرياضة، هذه هي الروح الرياضية. الكل له دور، الكل له أهمية. لاحظ الآن تدخل الإسعاف الرسمي للمدينة أو في المكان من يحضر، وهذه هي أيضا من دواعي الأهمية. يحضر طاقم طبي للمباراة، يحضر طاقم طبي لجميع من هم في أرضية الملعب. نتمنى السلامة أكيد للجميع، نتمنى السلامة أكيد من يحضر ليتابع كرة القدم. هي الرسالة العالمية، هي الرسالة اللي الكل يوجه فيها روح المحبة وروح السلام. وكما كنا دائما رواد لهذه المسألة هنا في دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام تستمر. إذن يستمر السلام ويستمر الاهتمام الرياضي في كل مكان، حتى في الأرجنتين نتمناها السلامة للجميع. حكم المباراة يستأنف اللعب، كرة لمصلحة بلتينسي. نكمل من هم في أرضية الملعب، انتهينا من أسماء بلتينسي، لكن الآن ديفنسيا من هم في أرضية الملعب، أكيد لهم من يمثل حراسة المرمى. بيريميرين حراسة المرمى لديفنسيا، خط الدفاع ميليتيني، ميغو، ترابيشو، كاكاريوس، في الوسط اسكلينتي، دويارتي، لوبيز، في الهجوم بيرون، بيراتو وبوغارين. هذا هو هجوم ديفنسيا، والمحاولة لصالح بلاتينسي، لكن دفاع ديفنسيا يخرجها ويطلعها لخارج الملعب. كورنر أكيد الوقت تأخر ووقف في مرحلة من المباراة. كورنر لصالح بلاتينسي على التنفيذ الجرواني أسامابو. كرة ملعوبة من الكورنر، تبتعد، يشيلها، كرة ما زالت خطرة، إضافة، والمحاولة للاستمرار للضغط، تجديده بالمرمى، لكن بعيدة، فوق المرمى. مطالبة بوجود خطأ، بوجود يعني ضغط، بوجود تأثير في هذه اللقطة، لكن حكم المباراة أكيتا، حكم المباراة الأرجنتيني اللي بيقود هذا اللقاء، شوف 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 الضغط، وشوف المحاولة للمتابعة، لكن حكم المباراة كان قريب من الحدث وأعطى فرصة أكثر. الآن البي آر أعطى تأكيد الكرة، ما فيها شيء، الحركة والضغط والهجمة ما فيها شيء، يستمر اللعب. كرة ملعوبة لصالح ديفنسيا، ترجع مرة ثانية مقطوعة، بلاتينسي، والمحاولة لبلاتينسي، نغلة ناحية اليمين، لكن التغطية الدفاعية كاكاريوس. ترجع مرة ثانية، كرة بالنص إلى بلاتينسي، ضاغط يستمر، لكن ممكن أن تكون في هجمة عكسية لصالح اسكلينتي، بينقلها ناحية اليسار، براتو بيلعب عرضية لكن بتعدي،
جهة ثانية لوبيز بالانتظار، لوبيز بيحاول يلعبها لكن تلمس وبتمر والكرة مقطوعة لصالح كاسترو. كاسترو منقولة بلاتينسي لكن مقطوعة إلى ديفينسيا، حارس المرمى بيلعبها طويلة توصل بالنص، بلاتينسي مرة ثانية كرة بتلعب ناحية اليسار، كاسترو منقولة في الأمام بلغرينو إلى غودينو، كرة المحاولة بكرة عرضية غودينو لكن سهلة بيد حارس المرمى مع التدخل السليم، تدخل سليم لحارس المرمى بير ماريون. كرة بتلعب ديفينسيا ميليتين حكم المباراة يوقف اللعب، اوه يعطي انذار يظهر بداعي الاحتجاج، يظهر كان في احتجاج وفي كلام، في احتجاج يظهر وفي كلام لذلك وقف اللعب حكم المباراة وتوجه الى لاعب للجهة الثانية لديفينسي. يعطي انذار حكم المباراة، كرة ملعوبة ضغط وخارج الملعب لصالح ديفينسيا. لاحظ على هذا التدخل حكم المباراة كاكيروس البرغواني المحترف برغواي من برغواي، كاكيروس ياخذ انذار في اللقطة الأخيرة من حكم المباراة أكيتا الأرجنتيني. كورنر لصالح بلاتينسي، شوط أول جميل لكن الحدث اللي حدث في المدرجات هو اللي يعني أثر على المباراة، لكن استمرت المباراة والحدث الآن جميل جدا مع مجريات اللعب من ملعب المباراة فيسنتي لوبيز. توجيهات من حكم المباراة أكيتو إلى اللاعبين، بلاتينسي فاول ناحية اليسار، كرة ملعوبة عالية لكن يبعدها الدفاع، ترجع مرة ثانية تسديدة المتابعة على الطائر لكن عدت الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. بلاتينسي أنهى الدوري في المركز 17 وهو الآن يدخل في مرحلة جديدة من كأس الرابطة، رابطة الدوري الأرجنتيني الممتاز. في هذه المرحلة الآن في الأرجنتين يعني فيها أكثر من بطولة الآن محلية يعني تعمل كأس رابطة الأرجنتين خاصة لفرق الأرجنتين الممتازة، وأيضا كأس الأرجنتين ليشترك فيه كل أندية الأرجنتينية. أيضا في قادم الأيام راح نتابع المباريات في عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، في قادم الأيام إن شاء الله من غدا أيضا راح تكون مرحلة دور الثمانية راح نتابعها على قنوات الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. رمي التماس لصالح ديفينسيا، كرة المحاولة ناحية اليسار مقطوعة لصالح بلاتينسي، تاربيشو مدافع بلاتينسي بيلعبها طويلة توصل الكرة بالنص، ترجع مرة ثانية إلى خارج الملعب لكن يظهر أن فيها فاول، فيها فاول على براتو المهاجم الصريح، فاول على براتو. كرة بتلعب لصالح بلاتينسي، فيسكوز إلى لوزانو لكن طويلة أقرب إلى حارس المرمى فير مارين حارس مرمى ديفينسيا.
كرة ترجع إلى حارس المرمى. أيضا ديفنسيا يشترك في كأس كوبا سود، وصل إلى الربع النهائي الخاصة في أمريكا اللاتينية. هذه مسألة خارجية أيضا. قادم هو يلعب الآن ديفنسيا أول مباراة له، لأن مباراته المفروض الأولى مع جودي كروز في نطاق كأس الرابطة الدوري الأرجنتيني تأجلت، لأن كانت عنده مباراة خارجية في نطاق تمثيل خارجي. ووصل أيضا إلى دور الثمانية في التمثيل الخارجي لبطولة إقليمية. يعود إذن ليشترك في الجولة الثانية من نطاق كأس رابطة الدوري الأرجنتيني. ديفنسيا واحد من الأندية الأرجنتينية أصحاب المراكز الجيدة المتقدمة نقدر نقول. كرة اللعب المحاولة بتروح لصالح دفاع مارشي فلاتينسي لفريق فلاتينسي. جماهير إذن الفريقين في حضور المدرجات في ملعب فيسنتي لوبيز. أسلوب وطريقة جميلة دائما نشاهد التشجيع، نستمع لأجواء المدرجات وأسلوب وطريقة جميلة دائما نتابعها مع جماهير الأرجنتين محببة جدا. كرة اللعب لصالح بلاتينسي ناحية اليسار جودينو كرة معاه بحاول عباء لكن مقطوعة لصالح ديفنسيا. ديفنسيا بالنص توصل ناحية اليسار وتدخل أفضلية. الكرة مقطوعة من لوبيز. كرة اللعب كاسترو سويسو حاول عبا لكن مقطوعة، ترجع مرة ثانية إلى بلاتينسي. أسامابو منقولة إلى بلغرينو، تلعب الكرة عرضية حاولت تنحب لكن تتصدى لها أو يتصدى المدافعين. شيخ دفاعي ناجح في هذه المرحلة. محاولة كانت بلغرينو تحويل الكرة على المرمى لكن كرة مقطوعة. تلعب ناحية اليمين إلى بلاتينسي. جودينو كرة معاه ناحية اليمين وانتو جميل. جودينو بيحاول يتابعها لصالح بلاتينسي. كرة اللعب عرضية والمحاولة بالراس تنحط لكن بيت حارس المرمى فيرمارين. هذا بلغرينو. هذه المحاولة تحويل الكرة بكرة عرضية كانت حاضرة معه لكن التغطية الدفاعية ناجحة. بلغرينو والثانية براسه لكن حارس المرمى فيرمارين. ديفنسيا يعني لما ذكرت لكم أنه من الأندية الأرجنتينية المميزة فعلا أنهى مبارياتها في الدوري الأرجنتيني، حصل على المركز السادس يعني من الفرق المقدمة من 28 هو يعتبر من الفرق المقدمة. يعني المباراة لاحظ صاحب مركز السادس في مواجهة صاحب مركز 17 واللي يعني في المركز 17 بلاتينسي يضغط بشكل كبير في الربع الأول من الشوط الأول. كرة ملعوبة ديفنسيا اسقاط جميل لكن إلى حارس المرمى ماكاغينو حارس مرمى بلاتينسي أقرب لها والقراءة السليمة. كرة اللعب نقله بالنص إلى دياز.
حاول لعبها ناحية اليمين لكن ترجع مرة ثانية لصالح بلاتينسي بالنص غودينو لكن يبعدها إلى خارج الملعب تغطية دفاعية لوزانو رمية التماس لصالح بلاتينسي ناحية اليمين انتظار لحالة غودينو يقوم بالسلامة لوزانو رمية التماس لصالح بلاتينسي مقطوعة كاسترو يلعب كرة طويلة إلى براتو براتو كرة معاه يستلم ينتظر زملاء براتو بيحاول عدي براتو بيحاول لعبة بوغارين لكن كورنر لا يعطي الإشارة حكم المباراة هذا براتو حاول يلعبها المسد لكن اللمسة يظهر أن بيرون كرة ملعوبة مارشي ناحية اليسار لصالح بلاتينسي ترجع مرة ثانية لصالح ديفينسيا ترجع مرة ثانية بلاتينسي لكن حكم المباراة يقول أن الكرة عدت حدود ملعب المباراة رمية التماس لصالح بلاتينسي هذا ميليتيني رمية التماس مارشي لصالح بلاتينسي كرة اللعب توصل بالنص دياز لكن تبعد من دفاع ديفينسيا ترجع مرة ثانية كرة بالنص إلى حارس المرمى ماكاغينو إلى فيسكوز كرة اللعب دياز دياز عمره 22 سنة يلعب في وسط فريق بلاتينسي كرة المحاولة الآن لمصلحة بلاتينسي فيسكوز نقلة ناحية اليمين إلى لوزانو لوزانو مقطوعة لصالح ديفينسيا مارشي سويسو كرة مع سويسو توصل كرة إلى دياز اللعب العوم أسامبي تسديدة لكن بعيدة لخارج الملعب حلوة حلوة محاولة حاضرة كانت فيريرا فيريرا 21 سنة ألاحظ يعني في أسماء شبابية وألاحظ يعني في محترفين من برغواي خاصة أوروغواي وبرغواي الاعتماد على المجموعة الحاضرة في هذه اللحظات كرة ملعوبة لصالح ديفينسيا في النص توصل ما زالت الكرة موجودة إسكلينتي منقولة ناحية اليمين ميليتيني إلى قلب الدفاع ميغو يلعبها طويلة في الأمام لكن مقطوعة ترجع الكرة بالنص إسكلينتي بلاتينسي قطعها دياز كرة لصالح بلاتينسي يحاول يحضر نفسه الآن بلاتينسي كرة ملعوبة ناحية اليمين لوزانو إلى غودينو نقلة والتحضير ما بين ثنائي دياز ومحاولة لكن يبعدها ترابيشو إلى خارج الملعب رمية التماس رمية التماس لصالح بلاتينسي لوزانو على التنفيذ والانتظار من أكثر من لاعب للاستفادة مرت نص ساعة من أحداث الشوط الأول كرة ملعوبة هي بالرأس لكن إلى خارج الملعب التغطية أيضا موجودة ميغو أوتر من التماس ناحية اليمين لصالح بلاتينسي كرة اللعب نقلة والمحاولة
لكن سهلة بيد حارس المرمى فيري مارين. كرة ملعوبة لصالح ديفنسيا. كرة اللعب. محاولة ناحية اليمين. اسكلينتي يحاول ينطلق فيها. لكن تغطية دفاعية لصالح بلاتينسي. ترجع مرة ثانية لمصلحة ديفنسيا. كرة اللعب. إلى خارج الملعب. هذا دياز 22 سنة. يظهر معنا جوليوف إيكوري مدرب ديفنسيا. كرة اللعب ناحية اليسار إلى خارج الملعب. في ضغط عالي ما بين الفريقين الآن. نتكلم نتحدث عن الدقائق الخمس الآن اللي بتمر. الحديث عنها فيها ضغط من اللاعبين، ضغط من الفريقين. المسألة الآن أصبحت بمتابعة بالجهاز الفني للفريقين. توجيهات تحضر الآن لأن ما زالت النتيجة 0-0 وما زال الفريقين يبحثون عن أمور الاستفادة من ثلاث نقاط. بلاتينسي فقد أول مباراة أمام بوكا جونيورز، يطمح الآن أن يكون صاحب امتياز بثلاث نقاط، بينما ديفنسيا هذه أول مباراة له. صحيح عنده مباراة مؤجلة راح يلعبها في شهر 9، لكن أيضا طموح التحدي يستمر. التحدي يستمر. كرة ملعوبة ناحية اليسار لصالح بلاتينسي. نقلة في وسط الملعب. كرة ملعوبة ناحية اليمين لصالح ديفنسيا. بيرون بيحاول ناحية اليمين لكن لخارج الملعب. لخارج الملعب. كورنر لصالح ديفنسيا. عامل مجهود جيد الحقيقة هجوم ديفنسيا. كورنر لصالح ديفنسيا. كرة اللعب. منقول بكرة عرضية لكن ما تمر. ترجع مرة ثانية خطرة ديفنسيا لكن لخارج الملعب. لخارج الملعب. محاولة من خارج منطقة 18. ضغط عالي بمتابعة من الكورنر. من الكورنر إلى خارج الملعب لصالح ديفنسيا.
كرة بتلعب لمصلحة بلتينسي، نقلة في الأمام لكن مقطوع الكرة. أقرب إلى فيسكوز وإلى ملعوبة توصل ناحية اليمين. بيرون لصالح ديفنسيا، توصل ناحية اليسار. كيكاروس حاولة موجودة، ناحية اليمين لصالح ديفنسيا. إسكلينتي خارج الملعب، بيرون يشغل منطقة اليمين. ميليتين رمي التماس، بوغرين كرة المحاولة بجهة اليسار. اللعب لكن ابعادها من دفاع بلتينسي. كرة الان بدت تتغير الى ناحية اليمين، هجمة لصالح بلتينسي توصل ناحية اليمين لكن مقطوعة، تغطية دفاعية ناجحة، شق دفاعي متقدم في هذه المرحلة. لوبيز ترابيشو تنقل ناحية اليمين. إسكلينتي لوزانو توصل إلى كاكيروس لكن مقطوعة، لوبيز قاطعها لصالح بلتينسي. نقلة في الأمام ترجع مرة ثانية التغطية إلى دياز. غودينو كرة مع غودينو لكن التغطية الدفاعية هي الناجحة في اللقطة الأخيرة. يبعد راموس، مينجينو كرة الآن منقولة سريعة، المحاولة بسرعة أكثر لكن التغطية الدفاعية. ماكينو حارس المرمى بلتينسي، كرة إلى خارج الملعب بالطول. مارتن باليرمو مدرب بلتينسي توجيهاته في مرحلة الشوط الأول، انتظار أكثر. كاكيروس لمصلحة ديفنسيا، رمي التماس ملعوبة. بوغارين تتغير التشكيلة من 4-3-3 إلى 4-2-1 3، يعني حسب الخطة حسب التكتيك. من المميز الحقيقة في كرة القدم الأرجنتينية عالم التانجو، يعني أمور فنية نشاهدها، من يعرف أكثر أكيد بمسألة الأمور الفنية يعرف ماذا يعني شو اللي قاعد يصير في أرضية الملعب، خاصة اللي يحمل يعني فكر فني أو شهادة تدريب في عالم كرة القدم يشاهد هذه الأمور أكثر من المتابعين، خاصة أيضا المتابعين اللي عندهم اهتمام فني تكتيكي في أرضية الملعب ممكن نشاهد هذا الأمر. كرة ملعوبة ناحية اليمين، بيرون بيحاول ينطلق ناحية اليمين لكن إبعاد الكرة من مارشي لخارج الملعب. رمية جانبية ناحية اليمين، كرة ملعوبة. براتو حاول أن يكون ضاغط بشكل جيد، صانع بشكل جيد لمصلحة ديفنسيا. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن التغطية الدفاعية. إلى خارج الملعب، كورنر لمصلحة ديفنسيا. فريق ديفنسيا صاحب المركز السادس في الدوري، لكن احنا الآن نتكلم عن مسابقة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني.
كورنر لصالح ديفنسيا، كرة ملعوبة، محاولة لكن تبعد، والمتابعة من كاسترو لكن بتروح الكرة إلى خارج الملعب. اسكيلينتي كاسترو في المتابعة، ما زال مارتين باليرم وجوليو فيكيري المدرب. كرة بتلعب لمصلحة ديفنسيا لكن بالطول إلى خارج الملعب. كرة بتلعب، هذه الإعادة للقطة الأخيرة. رمي التماس ناحية اليمين لصالح بيليتينسي، توصل كرة بالنص، ديانز بيلعبها، أسموب ناحية اليسار، يريرا لكن مقطوع الكرة، لوزانو كرة بالنص، توصل بوغارين، كرة منقولة إلى بيرون، ترجع مرة ثانية كرة بالنص، راموس كرة بتلعب، محاولة لكن يبعدها دفاع بيليتينسي، ترجع مرة ثانية لبيرون لمصلحة ديفنسيا، بيرون بيلعب عرضية لكن بعيدة عن الجميع ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. كورنر، كورنر من أمام دويارتي، من أمام دويارتي، لوزانو يبعدها إلى كورنر، كورنر، كورنر لمصلحة ديفنسيا. ديفنسيا الآن بادي يكون أفضل بأداء أمام بيليتينسي، لاحظ أن في حضور في المناطق الهجومية، الكرة تبعد إلى خارج الملعب، يعني في أصبح الآن حضور ظاهر ديفنسيا في شق هجومي، والكرة الآن كورنر ملعوبة إلى ديفنسيا، والمحاولة لكن للإبعاد، والكرة فيها متابعة، كرة ما زالت موجودة لكن بيد حارس المرمى ماغانو. لمصلحة بيليتينسي ملعوبة الكرة بالنص، كاسترو ينقلها ناحية اليمين، توصل إلى لوزانو، لوزانو ناحية اليمين إلى خارج الملعب، رمي التماس ناحية اليمين، اللعب بيليتينسي، لوزانو يلعب عرضية، محاولة لكن بعد الكرة لخارج الملعب. كورنر لصالح بيليتينسي، كورنر، كورنر، واللي بأرضية الملعب أسمابو الأوروغواني اشترك مع حارس المرمى، لكن حارس المرمى فيرمارين بعدها إلى خارج الملعب، لمس الكرة. كورنر لمصلحة بيليتينسي، كورنر، كورنر، بيليتينسي هل يستثمر الكرة الثابتة الآن؟ بيليتينسي كرة ملعوبة من الكورنر لكن للإبعاد، كرة بتروح لمصلحة بيليتينسي مرة ثانية، لكن 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 في 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 تدخل قوي وفي إنذار من حكم المباراة على بيرون، اشترك اللقطة الأخيرة مع لوزانو، فاول، فاول لصالح بيليتينسي، فاول لصالح بيليتينسي، فاول في نص الملعب جهة اليمين لصالح بيليتينسي، أيضا كرة ثابتة، واللي واقف ممكن يلعبها أكثر من لاعب. فيريرا أم دياز، والاثنين لاعبين شباب، فيريرا، فيريرا 21 سنة، دياز 22 سنة، هم على التنفيذ الآن. الكرة الثابتة لصالح
ياسبي لعبها ابعاد الكره، تسديده ومتابعه، والكره ايضا متابعه من قائد الفريق سويسو. سويسو تابع الثانيه، هذه المتابعه الاولى سويسو، حاول ايضا قلب الدفاع يتابع كره لمصلحه بليتينسي، لكن عدت فوق المرمى، فوق المرمى، فوق المرمى. وصول، نعم استحواذ يكون ما بين الفريقين اصبح الان، لكن انتظار تهديد مباشر، ما في تهديد مباشر قوي، في بعض اللمسات الخطره ممكن نقول عنها، لكن التغطيه الدفاعيه غالبا هي الناجحه، شق دفاعي ناجح للفريقين الى الان في الشوط الاول. عندهم نجاح في 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 التغطيه اكثر. كره اللعب لمصلحه ديفنسيا، مقطوعه بلاتينسي ناحيه اليسار، فاول لصالح بلاتينسي. كره اللعب بالنص توصل الى دياز، دياز بيغيب يلعبها ناحيه اليمين، بيكملها الى لوزانو، لوزانو بيحاول يمر لكن مقطوعه، كاكيروس، كاكيروس بالانطلاق الان وبيلعبها ديوارتي، كرة مع ديوارتي، رمية التماس، تلعب توصل براتو بيحافظ على الكرة حلوة إلى كاكيروس، براتو بيكملها، توصل كرة إلى بوغارين، بوغارين بيرجعها إلى راموس، ميغو، ميليتيني، اللعب العمق الى براتو، بيرون، بيرون بيل يكملها ناحيه ديارتي، لكن اللقطه فيها موقف التسلل ديارتي، لاعب ديفنسيا من جهه اليسار كان ايضا، هو لاعب شاب ديارتي 22 سنه، اللقطه الاخيره مساعد الثاني. كرة اللعب لمصلحة بلاتينسي إلى ديفنسيا، مقطوعة، فاول لصالح ديفنسيا، ضغط على المنافس، لوبيس، كرة لصالح ديفنسيا، فريقين في يعني في مقابلاتهم الخمس الأخيرة في كانت في نطاق الدوري، ثلاث مرات التقوا في آخر خمس مباريات، كانت يعني في آخر خمس لقاءات فوز في لبلاتينسي وفوز إلى ديفنسيا والتعادل مرتين في آخر خمس لقاءات جمعهم، هذا اللقاء أكيد راح يفصل أو يروح للتعادل، والله ممكن لأن هي مباراة كؤوس، لكن نطاق المجموعة، نطاق دوري، دوري المجموعة، يعني ممكن ينتهي التعادل، لكن مجمل الخمس لقاءات الأخيرة اللي جمعتهم انتصار لبلاتينسي، انتصار لديفنسيا، تعادل مرتين، كرة ملعوبة لصالح بلاتينسي، العمق الآن لكن مقطوعة، والكرة في أفضلية، التدخل على الكرة والأفضل أفضلية أيضا تستمر، حكم المباراة أكيتا، كرة بتروح إلى دياز، دياز بيلعبها في الأمام إلى جودينو، جودينو بيحاول لكن مقطوع الكرة، حلوة، بوغارين، بوغارين يسيطر على الكرة، كرة لمصلحة ديفنسيا منقولة ناحية لوبيز، فاول، حكم المباراة لصالح بلاتينسي. وصلنا إلى الدقيقة 44، ننتظر أيضا ما يحتسب حكم المباراة، هذا التدخل على براتو، قلب الهجوم، تدخل قوي مؤثر، هذه اللقطة يعني ضع
الضربة أو الالتحام يكون في منطقة الفخذ اللي هي مؤثرة غالبا. بدنيا واضح براتو مهاجم ديفنسيا أقوى بكثير من أي مهاجم آخر. كرة ملعوبة لمصلحة بلتينسي. دياز بيحاول، محاولة بتستمر، غودينو لكن تغطية إلى خارج الملعب، تغطية إلى خارج الملعب. أسامابو نهاية الرحلة ونهاية الهجمة، حاول فيها لكن التغطية كانت دفاعية لصالح ديفنسيا. كورنر لصالح بلتينسي، كورنر لصالح بلتينسي. اللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الأول، كأس رابطة الأرجنتين، كورنر ملعوب تلعب بالرأس لكن بعيدة بتروح، بعيدة بتروح وكأنها خطرة، كأنها خطرة لكن راحت بعيدة، راحت بعيدة مع تدخل الكرة الرأسية من بيلغرينو. قلب الهجوم اللي ظهوره أيضا كان جيد لكن ما هو كثير لأن الشغل دفاعي من الفريقين قوي جدا. الفارغ هذا براتو، هذا قلب الهجوم ديفنسيا، ظهوره كان أكثر لأنه كان يتحرك في منطقته خارج البوكس مثل ما يقولون، يعني كان يحاول يستثمر وجوده، يدعم زملاه بكل الحالات، ينزل يتحرك يكون محطة انطلاقه. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، حكم المباراة ياكيتا الأرجنتيني يعطيها لأحداث الشوط الأول رغم أن توقف اللعب بسبب سقوط أحد الجماهير المتفرجين. كرة ملعوبة لمصلحة بلتينسي. دياز ناحية اليمين لكن براتو قاطعها لمصلحة ديفنسيا. براتو بينطلق من النص بيلعبها ناحية اليسار إلى سكلينتي. سكلينتي محاولة ينقلب العمق لكن مقطوعة لصالح بلتينسي. بلتينسي إلى غودينو، غودينو بينقلها توصل إلى أسما موبي، أسما موبي والمحاولة في الأمام إلى بلغرينو لكن سريعة على بلغرينو، سريعة سريعة على بلغرينو. فيرييرا، فيرييرا لكرب يقود الهجمة إلى بلغرينو لكن عدت الكرة إلى خارج الملعب. سريعة كانت على بلغرينو، عدت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى فيرمارين، حارس مرمى ديفنسيا بيلعبها طويلة توصل ناحية اليسار. دي ار تي إلى خارج الملعب لصالح بلتينسي. لوزانو تلعب توصل بلغرينو، حاول يلعبها لكن مقطوع وإلى نص الملعب. راتو بيحاول يتابعها، فاول لصالح ديفنسي، فاول لصالح ديفنسي. جوليو قراءة الشوط الأول، توجيهة الشوط الثاني، في انتظار الآن الاستراحة راح تكون للأجهزة الفنية للفريقين. بلتينسي ديفنسيا تلعب، ديفنسيا دي ار تي محاولة لكن مقطوعة. بوغارين وصافرة أكيتا حكم المباراة. إذا مشاهدينا نطاق كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، مباراة ما بين بلتينسي وديفنسيا، شوط أول ينتهي بدون أهداف لكن الأداء جيد ما بين الفريقين. استراحة، أنا طارق الملا راح أكون معاكم بعد الاستراحة في أحداث الشوط الثاني. رجعنا معكم مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، أحداث الشوط الثاني. تأتينا إذن اللقطات الحاضرة من الأرجنتين ومن ملعب
في سيتي لوبيز التابع لفريق بلاتينسي كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لمحاولة إذن ما بين الفريقين بلاتينسي وديفنسيا. أحداث الشوط الأول بدون أهداف، أتت اللقطات الآن الحاضرة لبداية أحداث الشوط الثاني. أنا طارق الملا أحييكم وأجدد لكم التحية لكل من يتابعنا داخل وخارج الكويت. نتابع الحدث إذن في انتظار القراءات الخاصة. ما بين الفريقين ومدربين الفريقين في رؤيتهم متابعة اللي ممكن تكون نستفيد منها في حاضر وقادم الأيام. بالنسبة لي الفريقين، لذلك نذكر أن بلاتينسي يلعب الجولة الثانية والمباراة الأولى خسرها أمام بوكا جونيورز، أما ديفنسي المباراة الأولى كانت أجلت إلى شهر 9 لمشاركة خارجية، ويأتي الآن في الجولة الثانية ليكون هو طرف في هذه المباراة كأول مباراة له، كأول مباراة له. نطاق إذن وأسلوب البطولة كأس رابطة الأرجنتين، قسمت الفرق دوري الممتاز أو الفرق الممتازة بمجموعتين من 28، وهي في نطاق المجموعة، المباراة في نطاق المجموعة الثانية. نتمنى أن نشاهد منافسة تليق بكرة القدم الأرجنتينية. عشاق التانجو، أنتم على موعد دائما معنا عبر القنوات الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. كرة لخارج الملعب لمصلحة ديفنسيا. جوليو ما زال يعدل على الأسلوب والطريقة، يشرح للاعبين كيفية التحرك في أرضية الملعب والانتشار والتنظيم، خاصة حضوره في هذه البطولة. ديفنسيا، فريق ديفنسيا أول مباراة له، وأكيد أهمية حصد النقاط الثلاث، خاصة لما تلعب أمام فريق هو في المراكز الوسط من الترتيب العام أو التصنيف حتى. لكن للتوضيح أكثر، أن هذه البطولة خاصة لبطولة المحترفين، دوري الأرجنتيني للمحترفين. أيضا بعد يوم أو يومين راح نتابع كأس الأرجنتين، كأس الأرجنتين ليجمع كل الفرق الأرجنتينية في منافسة. دائما نستمتع أكيد في كرة القدم المميزة، أبطال العالم، نشاهد كل ذلك عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. جهود تبذل في كل وقت وكل شيء للأفضل إن شاء الله في قادم الأيام لمتابعة المستديرة، لكن الخاصة القادمة من الأرجنتين بنقل مباشر. دائما كرة مع ديفنسيا، دياتي، باتو ما زال يقدم طموحه وحضوره من الشق الهجومي إلى مرحلة القيادة في الوسط. كرة ملعوبة ناحية اليمين، القيادة والمرحلة لبلاتينسي، نقلة محاولة خطرة على الجول، كودينو إلى خارج الملعب. كورنر، كورنر، لعبة حلوة كانت لمصلحة بلاتينسي لخارج الملعب، لخارج الملعب في أول هجمة في الشوط الثاني، رغم المطالبة بأن تكون المرحلة فيها قرار من حكم المباراة أكيد، لكن رؤيته وتوضيحه للاعبين، لاعبين بلاتينسي، أن الكرة ما فيها شيء، كرة لمست الجسم، والكرة لكورنر لصالح بلاتينسي. كرة ملعوبة والمحاولة خطرة، لكن بيشيلها حارس المرمى هير مارين. كرة في نص الملعب، بلاتينسي
ماكانجينو. كرة اللعب، محاولة الآن، نقلة خطرة وبالجول. الله، هو بالجول، هو بالجول. أسامابو مع حارس المرمى إيرمانين، لكن يتصدى لها حارس المرمى، انفراد انفراد. أسامابو لعب بلاتنسي مع حارس المرمى إيرمانين، وفرصة بتضيع من البداية. كرة اللعب لمصلحة ديفنسيا، توصل كرة بالنص، لوزانو نغلى في الأمام إلى خارج الملعب. رمي التماس لوزانو لمصلحة بلاتينسي، كرة اللعب ناحية اليمين، كرة عرضية ومحاولة لكن بيشيلها الدفاع راموس، ترجع مرة ثانية بلاتينسي، هذه خطرة، خطرة بالجول، خطرة بالجول، جول. الله، بيشيلها حارس المرمى حتى مرة ثانية، لكن التصدي دفاعي أيضا، تصدي دفاعي موجود، خطر خطر فريق بلاتينسي، فريق بلاتينسي بيضيع أيضا فرصة، صرت لها الأولى حارس المرمى والثانية متابعة دفاعي. كرة اللعب إلى ديفنسيا، محاولة فيرون، خطرة على الجول. الله، خطرة بيرون، بيرون ويأتي في المتابعة. شوف هذه الفرصة الخطرة لصالح الاتنسي، حارس المرمى فيرمانين، والثانية أيضا التصدي ومنع فرصة لبلاتنسي، والرد كان أيضا حاضر لفريق ديفنسيا لكن مرت بجانب المرمى، بجانب المرمى لبلاتنسي. كرة اللعب، مباراة في الشوط الثاني حلوت، الشوط الثاني المباراة حلوت حلوت. كرة بتطلع لخارج الملعب، اوت رمية تماس، كرة اللعب، محاولة لكن تبعد، ترجع مرة ثانية، هوش، خطرة، أسمى بابو، بالطول ناحية اليمين، غودينو، بيلعب عرضية، خطرة، لكن بيت حارس المرمى فيرمارين، فيرمارين من أمام بلغرينو، يتصدى لها، أسمى بابو، في نقلة ممكن يستفيد منها بلاتينسي، لكن لكن الشق الدفاعي الآن عند مهام دفاعية، فريق ديفنسيا أكبر بكثير، أكثر بكثير من الشوط الأول، بداية نشطة، بداية خطرة لفريق بلاتنسي، والمباراة في الشوط الثاني قلت لكم حلوت حلوت في الشوط الثاني. كرة اللعب بلتيني، نقلة جهة اليسار، كرة عرضية لكن يبعدها دفاع بلاتنسي، فيزكوز مرة ثانية، كرة اللعب ناحية اليمين، في أرضية الملعب، لاحظ هذه الهجمة بلاتنسي، طالبة، هذه كانت البداية، أول المحاولات كانت، لاحظ 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 كانوا يطلبون من الكرة فيها لمسة يد، لكن بالحقيقة هي ما لمست، يؤشر يقول أن الفار أبلغني أن ما لمست، وتغييرات قادمة، تغييرات قادمة لديفنسيا. يغادر أرضية الملعب بيرون، أيضا دويارتي، دويارتي
هذا أن يغادر إسكيلينتي. تغيير إذن ثنائي وسط ومهاجم بالنسبة لفريق ديفنسيا. راح ننتظر التأكيد أكثر. كرة اللعب في نص الملعب، بوغرين نغلة ومحاولة ترجع مرة ثانية. توصل إلى بليتينسي. وإلى ملعوبة. ويتعاد إلى خارج الملعب. محاولة لفريق بليتينسي. كرة اللعب طويلة. نص الملعب. محاولة موجودة. بتروح لمصلحة بوغرين. ديفنسيا. ناحية اليسار. كرة اللعب. سولاري. مقطوعة إلى بليتينسي. اللعب طويلة ناحية اليمين. لوزانو يمر لعبة عرضية لكن تبعد من دفاع ديفنسي. وفاول لصالح ديفنسي. فاول لبراتو. وجود جميل دائما من الشوط الأول والآن في الشوط الثاني يحاول يسيطر. لاحظ أو نسمع الجماهير ما زالت تستمر في تقديم الدعم لجهود الفريقين خاصة بليتينسي ليستقبل هذه المباراة. كرة اللعب لمصلحة ديفنسي ناحية اليمين. ميلتيني إلى خارج الملعب. جوليو بيكيري ما زال يراقب يتابع الحدث. أجرى تغييراته الثلاثة في أحداث الشوط الثاني. كرة تلعب رمي التماس لصالح بلغرينو. مهاجم بليتينسي لكن خطأ عكسي لصالح ديفنسيا. اللعب ناحية اليمين لمصلحة ديفنسيا لكن التغطية كرة لخارج الملعب. سويسو قائد بليتينسي بيغطي في الهجمة الأخيرة. الانتظار الآن أصبح لمصلحة ديفنسيا. وشق هجومي في الكرة الثابتة اللي يستفيد باربونا على تنفيذ الكورنر البديل. باربونا لاعب الوسط يتركها إلى بوغرين. كرة اللعب. حاولة موجودة ترجع مرة ثانية. لوبيز ناحية اليسار. محاولة لكن كرة مقطوعة. بليتينسي للانطلاق الآن بكرة سريعة. دياز اللعب بتمر لكن ما تعدي من دفاع ديفنسيا. ترجع مره ثانيه. كره لمصلحه بليتينسي. اسامابو لمسه يد على باربونا. لمسه يد لمصلحه بليتينسي. وصلنا الدقيقه 61.
وشوط ثاني جميل بأداء الفريقين. حكم المباراة يرجع الكرة. نانت اللعب مرشي خطرة لكن يبعدها الدفاع. كرة ما زالت موجودة. وفاول فاول فاول لمصلحة ديفنسيا. فاول هذا أكيتا حكم المباراة. إذا ما زلنا نتابع المباراة عبر القنوات الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، يشترك فقط الفرق في الدوري المحترفين، لكن نظام البطولة ونظام الكأس في منافسة ما بين مجموعتين. قسمت 28 فريق. كرة ملعوبة ناحية اليمين، بلاتنسي يحافظ على الكرة يلعبها على الجول لكن ترجع مرة ثانية. خطرة وإلى خارج الملعب بتروح. غودينو والمتابعة كانت حاضرة من لوزانو ناحية اليمين ظهير ليمن، لكن راحت الكرة بعيدة عن مرمى ديفنسيا. شوط ثاني من البداية جيد جميل حقيقة بلاتنسي، وأضاع كرات تصدى لها حارس المرمى والشق دفاعي مارتينيز الآن على الحضور. الأسماء الآن بدأت تتغير. لورجواني يغادر، أيضا غودينو أيضا يغادر، مارتينيز وجمهور بلاتنسي ما زال بتشجيعه ودعمه المطلوب. الرابطة اللي على اليمين هي رابطة بلاتنسي، شوف الأعلام والشعارات. كرة اللعب لمصلحة بلاتنسي. ويلا ملعوبة ناحية اليمين، سولاري لكن مقطوعة لصالح ديفنسيا. إلى خارج الملعب الكرة. تربيشو قلب الدفاع لديفنسيا. أجرى تغييرين إذن بلاتنسي. سلازار بديلا لأسما مابو واللاعب الوسط. كرة ملعوبة لمصلحة بلاتنسي ناحية اليسار. كاسترو بيلعب كرة عرضية عالية خطرة لكن يبعدها. تروح الكرة والمتابعة موجودة لمصلحة ديفنسيا. نقلة في الأمام ترجع ديفنسيا وخطأ. لوبينز في السيطرة في وسط الملعب. هذه الانطلاقة زلازار في اللقطة الأخيرة في بناء الهجمة. زلازار فاول لصالح ديفنسيا. كرة اللعب ناحية اليمين وإلى ملعوبة بعيدة عن التركيز لخارج الملعب لمصلحة بلاتنسي. اليوم راح نشاهد عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت مباريات، أيضا ثلاث مباريات اليوم تنقل بإذن الله. طبعا المباراة الآن اللي نشاهدها ما بين بلاتنسي وديفنسيا، كذلك أيضا مباراتين بعد هذه المباراة راح تكون مباراة سارمينتو وبوكا جونيورز الساعة 11 بإذن الله. و
والساعة 3:30 أيضا راح تكون مباراة ما بين ريفر بليت وباراكاس سنترال. كل هذه المباريات نشاهدها بنقل مباشر من الأرجنتين. عبر القنوات الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. كرة ملعوبة ديفنسيا ناحية اليمين، كرة منقولة بتمر سريعة إلى خارج الملعب. باربونا من ناحية اليمين لكن طالت منه كرة بتلعب بلا تأتي أيضا لخارج الملعب تبعد بلا تأتي رمية تماس من تماس فيريرا يتركها الى مارشي الظهير ليسر مارشي راح يلعبها طويله داخل منطقه الجزاء بلغرينو يستقبلها قطره الله يشيلها حارس المرمى حلوه فيرمارين لكن الاحلى بلغرينو لاحظ شلون فكر فيها وبالزاويه الصعبه زاوية ضيجة الحقيقة حاول يحطها لكن صد لها فيرمارين حارس المرمى كرة ملعوبة لبلاتينسي لكن تبعد شق دفاعي لديفنسيا ترجع مرة ثانية كرة ناحية اليمين طويلة ملعوبة أيضا تبعد المتابعة موجودة وخطورة موجودة لكن أفضلية حكم المباراة يعطيها مع التدخل الأخير في اللقطة الأخيرة كرة بتوصل بالنص إلى من سويسو نقلة في الأمام لكن بالطول الى خارج الملعب تغطي يمين كاكيروس هذه الإعادة شوف 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 المسافة وشوف شوف زاوية ضيجة وصعبة لكن بلغرينو كانت عنده رؤية وسددها صح لكن حارس المرمى لديفنسيا فيرمارين كان صاحي كان صاحي كان صاحي كان صاحي تبقى النتيجة نبي الأهداف خلاص يعني الشوط الثاني قلنا حلوت نبيها تحلو زيادة نبيها نبي فيها أهداف نبي فيها نشوف متعة الأهداف وما نبي أي أهداف نبي كرة القدم الجميلة الأرجنتينية نبي نشوف أشياء جميلة لمسات جميلة تسديدات يعني كل ما هو جميل في عالم كرة القدم نتمنى أن نشاهد ونتابع هذه اللحظات في هذه المباريات كرة بتلعب دياز لبلاتينسي نقلة إلى جهة اليمين فييرا إلى خارج الملعب التغطية من أمام فيريرا راموس ميغو إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب هدف فيريرا رمي تماس مارشي ملعوبة توصل دياز سيطر على الكرة إلى خارج الملعب بتعدي لمسة وتغطية من أمام مارشي وإلى ملعوب الكرة توصل الكرة بالنص دياز بيحاول يتابعها طول أقرب إلى الدفاع بيسكوز بلاتينسي سولاري باللقطة الأخيرة البديل لديفنسيا ما ظهروا يعني بدلاء فريق ديفنسيا ما ظهروا الآن مارتن بالميرو تغييرين الآن بيجهزون نفسهم أيضا أجرى تغييرين والآن تغييرين يظهر بيجهزون نفسهم بلغرينو بيلعبها ناحية اليمين مارتينيز بيلعب عرضية لكن سهلة 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 وفيها ربكة فيها ربكة فيها ربكة كرة بتلعب ناحية اليمين لمصلحة من تيني إلى حارس المرمى فيرمارين ضغط عالي من قبل لاعبين بلاتينسي أذكركم أن بلاتينسي طبعا الدوري الارجنتيني انتهى قبل فتره
لكن بلاتنسي هو في المركز ال17 وديفنسي المركز السادس. لاحظ الفرق في المراكز، لكن بلاتنسي صاحب المركز ال17 بالدوري، يعني ممكن نقول عنه صاحب يعني اداء بعيد عن قوه امام ديفنسي. لكن لاحظ ان بلاتنسي الشوط الاول والان خاصه بالشوط الثاني بلاتنسي بيقدم مستوى عالي الحقيقه باداء والضغط العالي. تغييرين اذا الاستعداد للدخول. ايفان روسي يستعد للدخول. واحد من اللاعبين لاعب وسط المحور ايفان روسي، كره ملعوبه لمصلحه ديفنسيا. كاكيروس البرغواني ظهير ايسر لديفنسيا، كره اللعب بعيده تشتيت الى قلب الدفاع، توصل مقطوعة. بوغارين ترجع مرة ثانية بلاتنسي في نص الملعب، نقلة في الأمام بلغرينو بالطول خطرة، فيريرا بيلعب عرضية لكن بعيدة، بلغرينو بيتابعها هيها بتمر مارتينيز، نقلة ناحية اليسار توصل كاسرو لعب الكرة عرضية هيا لكن شيلها ميغو، ترجع مرة ثانية كرة لصالح بلاتنسي بعيدة زيدة قوية لكن بعيدة والفكرة صح. روسي وريوسو، روسي وريوسو، تغييرات إذن بلاتنسي. دياز وروسو فيريرا يغادر وروسو هو البديل. فيريرا 21 سنة ودياز 22 سنة. أيضا تغييرات تغييرات ايضا لديفنسيا، اجرى الان التغييرات الكامله. رات كامله. راتو ايضا قلب الهجوم يغادر. يغادر راتو. مباراة جميلة قدمها راتو. باقي لبلاتنسي تغيير واحد. غير واحد باقي له. كرة بتلعب. محاولة ديفنسيا لكن بتروح بتطوف. ترجع مرة ثانية، كرة ما زالت موجودة. إلى كاكيروس. تهيأ. بوغارين. متابعة. خطرة. داخل منطقة جزاء، تسديدة بالجول، الله ترجع مرة ثانية لكن حارس المرمى أقرب لها أقرب لها أقرب لها. ماكا جينو أقرب لها والبديل حقيقة اللي تدخل في اللقطة الأخيرة البديل فرنانديز، نيكولاس فرنانديز بديل براتو. كرة ملعوبة ومحاولة لكن بالطول إلى خارج الملعب. لاحظ التسديدة وخطورتها على مرمى بلاتنسي. كرة اللعب توصل في نص الملعب لمصلحة ديفنسيا، ترجع مرة ثانية مع
مقطوع بلتينزي أفضلية، لكن مع التوقف يرجع إلى القرار حكم المباراة أكيتا. فاول لصالح بلتينزي. لويسو فاول. فاول لصالح بلتينزي. كسروا كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. تعدي ركلة مرمى. ركلة مرمى حاول يتابعها فيز كولي. باليرمو مدرب بلتينسي أجرى تغييراته، أجرى لمساته. شوط ثاني يعني أداء جيد جميل لبلتينسي. إذا 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 على بداية أحداث الشوط الثاني والضغط اللي عمله الفريق يستحق أن يكون صاحب هدف في الشوط الثاني. كرة إلى بلنت. بلغرينو براسه لكن بيد حارس المرمى فيرمارين. كرة بتلع. ديفنسي. سانتانا. نقلة طويلة ناحية اليسار. كاريروس. هرنانديز. خطرة. خطرة لكن بشيلة حارس المرمى. ماكاجينو. كرة بترجع. سويسو طويلة توصل كرة بالنص. لوبيز. لوبيز مرة ثانية بترجع له. كرة لمصلحة ديفنسيا. على الضغط العالي اللي بيقدمه بلاتينسي الفريق بلاتينسي ممكن ديفنسيا بينظم نفسه في هجمه ويسجل هدف ويطلع باقل الهجمات، يطلع فايز باقل الهجمات. ممكن شيء جايز. كرة القدم ما تعرف المستقبل. كرة بتلعب. ناحية اليمين هجم تحضير. مارتينيز تنحب الراس. الله حلوة مارتينيز. عطلة كرة براسه. كرة براسه حلوة حلوة لكن حارس المرمى فيرمارين يبعد هدف محقق لبلاتينسي إلى كورنر. اللعب خطرة تبعد بيتابع فرنانديز. أربونا وفاول عكسي لمصلحة بلتينز. فاول عكسي فاول عكسي. كرة ملعوبة في الأمام لمصلحة بلتينسي لكن الربكة والكرة بالطول. زلزار. سيوسي. روسو في اللقطة الأخيرة في التغطية. وسويسو قلب الدفاع لبلتينسي. غياب واحد يعاني منه بلتينسي. اما بالنسبه لديفنسي ايضا بيعاني من غياب واحد بداعي للاصابات غيابات الفريقين. كره من ناحيه سولاري. ديفنسي. سولاري بيحاول لكن تغطيه من امامه لخارج الملعب. سولاري مره ثانيه داخل منطقه الجزاء بيلعب عرضيه لكن سالبيه حارس المرمى ماكاجينو.
كره لمصلحه بلتينسي. وين ملعوبه؟ هي بالراس زالازار، لكن من امامه تبعد توصل الى ديفينسيا. في نفس التوقيت تقريبا يعني ايضا في مباراة اخرى، جودي فريق جودي كروز وسنترال كوردوبا، جودي كروز متقدم بهدف وحيد، لكن احنا الى الان يعني ما شفنا اهداف، ما شفنا اهداف الى الان، احنا ما عندنا اي اهداف. كرة بتلعب لمصلحة ديفينسي. وصلنا للدقيقة 82، نذكر أن بعد هذه المباراة الساعة 11 راح تتابعون أيضا على القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت مباراة ما بين سيرمينتو وبوكا جونيورز في نطاق كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين. والكرة الآن بلتينسي، لكن سافرة من حكم المباراة، كرة لمصلحة ديفينسي. الساعة الثلاث مباراة ريفال بليت وسنترال باراكاس بإذن الله. كرة بتلعب، سافرة حكم المباراة يعطي الكرة لمصلحة بلتينسي. مارتن باليرمو مدرب الفريق لبلتينسي، توجيهات إذن اللحظات السبع دقائق تقريبا المتبقية من أحداث الشوط الثاني. وصلنا للدقيقة 83، كرة بتلعب لبلتينسي، مباراة جميلة في الشوط الثاني، لكن ناقصها هدف، ناقصها هدف، هي ناقصها اهداف في هذا الاداء خاصة من بلتينسي، لكن هدف، هدف مطلوب مطلوب مطلوب، ممكن يخطفها ديفينسيا. هذه المباراة الأولى بالنسبة له، الجولة الثانية من هذه البطولة. كرة بتلعب سريعة ناحية اليمين، مارتينيز لفريق بلتينسي، تلعب كرة عرضية، محاولة للمتابعة، زلازار، زلازار كرة معاه، خطرة بالجول، الله أيضا بيشيلها فيرمانين حارس مرمى ديفينسيا. شوط ثاني خطر على المرمى بلتينسي، على مرمى ديفينسيا، والشوط الثاني فيرمارين ينقذ مرماه من هدف ثالث محقق، هذا ممكن نقول عنه ثالث او رابع محقق، ممكن ايضا تصدى لثلاث تسديدات مباشره على المرمى، وتصدى ايضا في ربكه دفاعيه كانت حاضره في احداث الشوط الثاني. اذا حارس مرمى ديفينسيا اليوم هو النجم، هو النجم اليوم. خطأ فاول لصالح ديفينسيا، شوف العادة، شوف 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 شوف، كرة خطرة لفريق بلتينسي، زلازار، لكن وقوف وتغطية سليمة لحارس مرمى ديفينسيا ايضا تمنع فرصة تسجيل هدف لبلتينسي. كرة بتلعب ناحية اليمين لكن مقطوعة لديفينسيا، لوبيز ينطلق فيها، يمررها، توصل مانتيني، لكن مقطوعة لصالح بلتينسي، الانطلاقة السريعة الآن، كرة ملعوبة، زلزار، زلزار كرة معاه، لكن لوبيز رجع بشكل سريع وقطعها.
أربع دقائق تقريبا متبقية. يخطف هدف بلتينسي، كرة ملعوبة لوزانو ناحية اليمين، يلعب كرة عالية عرضية، تنحب بالراس، خطر الله، إليغرينو ما زال يهدد مرمى ديفينسيا، وما زال بين مارين حارس المرمى لفريق ديفينسيا يصدى للكرات الخطرة على مرمى ديفينسيا. كرة بتلعب ناحية اليسار كاكيروس، وإلى تبعد إلى خارج الملعب، حاول لصالح ديفينسيا. فاول فاول لصالح ديفينسيا. مباراة في الشوط الثاني جميل حقيقة شاهدناه تابعناه ما بين بلتينسي وديفينسيا. كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، كرة ملعوبة لكن سلا ماكا كأنه حارس مرمى بلتينسي، بيلعب على طول، كرة بتمر سريعة الآن ناحية مع مارتينيز، مارتينيز كرة معه يغير فيها، بيلعبها ناحية اليمين، بيوجهها إلى لوزانو، لوزانو كرة مع لوزانو ناحية اليمين، بيلعب عرضية عالية، عرضية عالية، والجرينو بيهيئ براسه، لكن التغطية الدفاعية لديفينسيا يرجع مرة ثانية، احتكاك موجود لكن استمرار الكرة. باربونا بيلعبها طويلة في الأمام، ترجع مرة ثانية، توصل الكرة بالنص مقطوعة، وفاول لصالح بلتينسي، والإنذار يأتي، الإنذار الإنذار من أكيتا حكم المباراة. حكم المباراة يطلب الكرة، لعبة سريعة، لقطة كاسترو كان بيحاول يستمر في كرة لكن تدخل لوبيز فنيا، هذا التدخل فني فني، وقف اللعب، أثر على مجريات اللعب. فاول لصالح بلتينسي، فاول لصالح بلتينسي، كرة اللعب ترجع مرة ثانية، محاولة لكن يبعدها فير مارين، في رأي وموقف التسلل مصلحة ديفينسي. السلامة في المارين، السلامة في أرضية الملعب، حارس المرمى اشترك أيضا مع بلغرينو مهاجم بلتينسي. وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة، في آخر تغيير، سارفيتو يشترك إذن آخر تبديل، بلتينسي يجري تغييره، يعطي آخر أوراقه مارتن باليرمو مدرب بلتينسي. انتظر الإعلان الرسمي عن الدقائق الإضافية. كرة بتلعب، إلى خارج الملعب، ناحية اليمين،
محاولة لكن التغطية إلى خارج الملعب. كورنر لصالح بلتنسي. 4 دقائق وقت بدل الضايع. 4 دقائق. زلازار على تنفيذ الكورنر. مرة دقيقة من ال4 دقائق. زلازار بيلعبها. سلف يتحرس المرمى. فيرمارين يلعب على طول ناحية اليسار. فرنانديز حاول يمر عمق لكن مقطوعة. كرة لصالح بلتنسي. تلعب طويلة مقطوعة لصالح ديفنسيا بالنص. سانتانا يلعب كرة طويلة في الأمام حلوة لكن بيشيلها في اللحظة الأخيرة من أمام فرنانديز. لوزينو في اللحظة الأخيرة اللي كان ممكن يستفيد منها. فرنانديز ترجع مرة ثانية لمصلحة ديفنسيا. كرة عرضية تنعاد خطرة. كرة ما زالت موجودة ومحاولة للتحضير لكن تغطية وتنشال. ترجع مرة ثانية ديفنسيا حاول لكن مقطوعة. تأخر فيها في التمرير بلتنسي. احنا في الدقيقة الثالثة وباقي دقيقة. كرة بتلعب. روسو مارتينيز. كرة المحاولة الآن خطرة لكن بتعدي بعيدة 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 بعيدة. مرت بعيدة هي شكلها خطرة لكن مرت بعيدة. شوف الإعادة وشوف أكثر من لاعب كان جاهز يعني في تحضير جيد لتمريره لباص ممكن يستفيد منه لكن اختار التسديد. الإعادة للفرصة الخطرة. لاحظ حارس المرمى فيرمارين. خلاص احنا في الدقيقة الرابعة. الهجمة او هجمتين هي اللي راح تكون اللحظات الأخيرة في هذه المباراة. من يكون ومن يفوز؟ رمي التماس هي الأخيرة ممكن تكون. كرة بتلعب خطرة. الله كانت ممكن تكون ختامها مسك في اللقطة الأخيرة. كانت ممكن تكون ختامية جميلة في اللقطة. ممكن مارتينيز كان ممكن يختمها في لقطة جميلة مارتينيز لكن صافرة أكيتو حكم المباراة. دنيا أحداث المباراة مشاهدينا ومتابعينا. نطاق كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين. مباراة كانت ما بين بلتنسي وديفنسيا. التعادل ما بين الفريقين بدون أهداف كانت هي نتيجة حصل هذه اللقاء واللحظات إذا تنتهي. لكم مني أجمل تحية. أنا طارق الملا نلتقي معاكم في مباريات قادمة. خلكم معنا عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. إلى اللقاء.